مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، مباشرة ندخل إلى الملف الرياضي مع الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي سهل أحمد العبيد. مرحبا بك يا سهل، صباح الخير. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير إن شاء الله. وصحة وعافية. وحنبدأ باللجنة المنظمة ترفض شكوى الهلال في لاعب هلال كادوبي. نعم، اللجنة المنظمة رفضت شكوى الهلال شكلا، وده بيطرح سؤال صراحة بالنسبة للجميع، يعني مدى علم بإدارات الكرة في أندية القمة بقوانين صياغة الشكوى أو كيفية طريقة صياغة الشكوى. الحادثة دي بتتكرر كثير يعني. للأسف يعني يمكن قبل موسم أو موسمين المريخ برضو يعني في شكوى أمام المريخ الفاشر أيضا تم رفضها شكلا رغم أنها هي مضمونا سليمة. الآن الهلال أيضا تم رفض شكوى شكلا بالرغم من أنه الهلال اعترض وقدم استئناف لجنة الاستئنافات العليا، لكن بشكل عام لجنة الاستئنافات العليا لم تستطيع أن تتخذ أي قرار إلا بناء على أنه تم رفض الشكوى شكلا، وبالتالي أي قرار سيكون غالبا هو مؤيد لقرار اللجنة المنظمة. وبالتالي أعتقد أنه يجب على إدارات الأندية هي أنه يخضعوا الإداريين خصوصا في دائرة الكرة لدورات تدريبية مكثفة في كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا، لأنه حتى للأسف يعني زي ما أنت ذكرت يا أحمد أنه هي المسألة تكررت. فإذا دي أندية القمة ما بتعرف كيف تصيغ شكوى بشكل سليم، فكيف ببقية الأندية الأخرى؟ أعتقد أنه المسألة صراحة تحتاج إلى مراجعة من أجل تطوير العاملين في القطاع الرياضي. أيضا واحد من الأخبار الرياضية تكريم الكاردينال من قبل الهلال. والله بصراحة ممكن واحد من الأخبار الغريبة، يعني ما هي دواعي هذا التكريم أو التوقيت نفسه؟ وإن كان لا أحد صراحة يقلل على الإطلاق من الدور الكبير اللي كان قاعد يقوم به الكاردينال، خصوصا في مسألة الصرف المالي، وخصوصا في ظل الأوضاع المالية المعروفة بالنسبة للجميع بوضع الاقتصادي وتأثيره السالب على كثير من الأندية خصوصا أندية القمة. لكن بالرغم من ذلك أعتقد أنه الكاردينال كان بيقوم بعمل كبير جدا من خلال دعمه المتواصل للنادي، من خلال جلب المحترفين، من خلال صرف الحوافز والمكافآت والمرتبات. صراحة عمل كبير جدا بيقوم به الكاردينال، وإن كان البعض يختلف في سياسته، لكن على المسألة من الناحية المالية أعتقد الجميع متفق على أنه يقوم بعمل كبير جدا من خلال الصرف الكبير اللي قاعد يقوم به في إدارة النادي. وأخيرا يعني يمكن الوصول إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ودي كلها صراحة أعتقد أنها ستكون دوافع كبيرة بالنسبة لنادي الهلال من أجل الذهاب بعيدا في هذه البطولة. نعم، من فريق الهلال والكاردينال وتوقيت التكريم نسحب مباشرة إلى فريق المريخ اللي ظل لفترات طويلة جدا يعاني إداريا ماديا وحتى عدم يعني انتظام في التمارين بتاعته، ولكن يعني هنالك ايضا نتحدث عن تجهيزه لفريق القمه او لخوض المباراه والدوري الممتاز، لانه هو في حد ذاته بيسوق الفرق الى المشاركات الخارجيه خصوصا البطولات الافريقيه. صحيح، يعني يمكن وضعيه المريخ ما زالت معقده، يعني بالرغم من انه المجلس الحالي يعني نجح في تجاوز عقبات كثيره من ضمنها ان النظام الاساسي، أعتقد أنه على صعيد فريق الكرة ما زالت المشاكل يعني تضرب بجذورها في الفريق منذ إقالة إبراهوما، تم تعيين مدرب جزائري، أيضا تم استبعاده من إدارة بقية المباريات، السقوط في فخ التعادل في المباراة الأخيرة أمام الخرطوم الوطني، بكلها أكيد يعني بتجعل في ضغط كبير جدا جماهيريا على إدارة النادي في أنه لماذا تمت إقالة إبراهيم، وخصوصا وأنه نتائجه كانت تسير بشكل ممتاز، يمكن بشكل ضغط كبير جدا، خصوصا وأنه أيضا يعني حسب بعض التقارير بتقول أنه المريخ قريب من التعاقد مع مدرب فرنسي حتى يستطيع أن يدير الفريق في الفترة القادمة. نعم صراحة أعتقد أنه يعني الدوري الممتاز يعني صراحة كلنا عارفين أنه هو إما للهلال ولا للمريخ، فما في حوجة كبيرة لأنك أنت تأتي بمدرب أجنبي لدير الفريق في منتصف الدوري، خصوصا المريخ ما عنده أصبح الآن ما عنده أي مشاركة خارجية. وبالتالي إذا كان السبب الرئيسي في أنه يتم الاستعانة بمدرب أجنبي هو لمعرفة الفريق منذ الآن، بعد كده ممكن يتم التعاقد معه في بداية الموسم، يمكن كان يفترض أنه يتم التعامل معه بهذه الطريقة، لكن صراحة ما زالت هي مجرد تكهنات، لكن لا أحد يستطيع أن يؤكد هذه المعلومة أو ينفيها. لا.
ننتقل إلى المنتخب الوطني وتحضيراته واستعداده لبطولة التصفيات الكان بعد يعني عدة عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج يعني. نعم صحيح، يعني يمكن يا أحمد لأول مرة منتخبنا الوطني بينجح في أو إدارة المنتخبات في الاتحاد السوداني تنجح في أنه تخاطب عدد من اللاعبين اللي بينشطوا في أوروبا من أجل انضمامه لمنتخبنا الوطني. صحيح إلى الآن يعني يمكن قرابة 3 لاعبين وصلوا وانضموا إلى تدريبات المنتخب، لكن بيبقى السؤال الأصعب وهو هل فعلا اللاعبين ديل بيحتاجوا لوقت صراحة عشان ينسجموا مع بقية اللاعبين، التعود على أجواء السودان والتقلبات في الطقس، دي كلها عوامل صراحة بتأثر بشكل كبير جدا على أدائهم وظهورهم في أول مشاركة إذا ما قرر الجهاز الفني طبعا الدفع بين في مباراة ساوتومي، خصوصا إحنا في مجموعة صعبة جدا يا أحمد، إحنا في مجموعة يمكن أضعف فيه أضعف المنتخبات هو ساوتومي، لكن في وجود جنوب أفريقيا وجود منتخب غانا أعتقد أنه ضرورة الفوز في هذه المباراة أمام ساوتومي ذهابا وإيابا حتى نكون قادرين على أنه نحجز بطاقة مؤهلة عن هذه المجموعة، غير كده أي فشل في الفوز على ساوتومي ذهابا وإيابا أعتقد أنه سيضعف حظوظنا في التأهل عن هذه المجموعة، شديد صعبة جدا صراحة في وجود منتخبين متمرسين بشكل كبير جدا منتخب الجنوب أفريقي والمنتخب الغاني، وبالتالي فترة الإعداد هل حتكون كافية بالنسبة للمنتخب؟ والله للأسف يا أحمد إحنا هي مشكلتنا أنه ليس فقط فترات الإعداد وإنما خوض التجارب الودية، خوض التجارب الودية بالمناسبة بيدي بشكل كبير جدا للاعبين في قدرتهم على الانسجام، ولا يوم واحد للفيفا ما استفدنا نهائي يعني يمكن آخر مباراة لعبناها وديا ما في شخص متذكر المباراة دي 200 لأنه صراحة من للأسف يعني كل الدول اللي حولنا يوم الفيفا ده ما قاعد يضيعوه طوالي بيلعبوا مباريات ودية لأنه اللاعبين بيكونوا بعيدين من بعض، فيوم الفيفا ده جاء عشان انه اللاعبين ديل يلقوا فرصه انهم ينسجموا مع بعض، يعني صراحه اعتقد انه الاتحاد بيتحمل مسؤوليه كبيره في مساله عدم قدرته على انه يستفيد من ايام الفيفا بخلال لعب مباريات وديه لاعطاء الفرصه للجهاز الفني لانه يجرب اللاعبين اللي ممكن يعتمد عليهم في المباريات الرسميه. صحيح، من المحليه نمشي للعالميه وابطال اسيا، الهلال السعودي بهدف نظيف في المنتخب الياباني خلال موقعة الذهاب لنهايه دوري ابطال اسيا على ملعب استاد جامعه الملك سعود. نعم، يعني يمكن هي تكرار تقريبا لنهائي 2017 اللي جمع ما بين الهلال السعودي وراوا ريد دايموندز الياباني، وفي تلك الفتره نجح الفريق الياباني في انه يفرض التعادل على الهلال في الرياض بهدف مقابل هدف، وعاد في الاياب وفاز بهدف وحيد. مباراه الامس كان بامكان الهلال انه ينهي الامور منذ هذه المباراه من خلال شكل الفريق، من خلال الاداء، من خلال العدد الكبير جدا من الفرص اللي اضاعها لاعبي الهلال، لكن بالرغم من ذلك نجح المحترف الكولومبي البيروفي كاريو في انه تسجيل الهدف. يسجل هدف المباراه الوحيد. صحيح انه الفوز بهدف وحيد هو ما زال يعني يعتبر مخيف إلى حد كبير، لكن صراحة شكل الهلال وأداؤه الهجومي بيعطيك ثقة كبيرة جدا في قدرة الفريق على أنه قادر على التسجيل في اليابان، وبالتالي يكسر عقدة يمكن نهائيين خارج الأرض. نعم، هي نهائيين صراحة، الهلال وصل إلى النهائيين في هذه النسخة ولكن فشل في الفوز في النهائيين، يمكن كانت أمام ويسترن سيدني وأمام أوراوا ريد دايموندز الياباني نفسه الفريق الحالي، وبالتالي اعتقد انه الفريق الياباني لم يظهر بنفس الشكل اللي ظهر به في المباريات الماضيه، وهذا يؤكد انه قد يشكل صداع كبير جدا للهلال في المباراه القادمه التي ستقام في اليابان، لكن كل التوفيق للهلال السعودي في مباراه الاياب حتى ينجح في الفوز بلقب هذه البطوله، خصوصا انه اخر فريق عربي توج بهذه البطوله كان هو السد القطري في 2011، وبالتالي غياب طويل للانديه العربيه في قدرتها على التتويج بدوري ابطال اسيا. طبعا امبارح كان في مباريات كثيره في الدوريات الاوروبيه، لكن خلينا نتكلم عن برشلونه وسيلتا فيجو. ميسي خرج يحمل الكره امبارح يعني بعد نهايه المباراه، 3 اهداف من 3 ضربات. والله هو المفترض نقول احنا نتكلم عن ميسي وسيلتا فيجو ما برشلونه، لانه صراحه مع فالفيردي شكل الفريق والله بصراحه مؤسف للغايه، يعني برشلونه اللي كان دائما ما يكون هو مستحوذ على الكرة ما دام كان دائما ما يشكل صداع بالنسبة لكل الأندية اللي بيواجهها، لكن دائما في المباريات الصعبة بيظهر ميسي بيظهر بشكل ممتاز، بالأمس سجل 2 من 2 ركلتين مباشرتين، سجل هاتريك وتساوى مع كريستيانو رونالدو
في عدد الهاتريك ب 34 هاتريك لكل لاعب في الليغا الأسبانية. ميسي بيصنع أرقام قياسية صراحة مع برشلونة، وما زال هو اللي بيكون قادر على إنقاذ برشلونة في المواقف الصعبة. لكن المشكلة الأكبر التي ستواجه برشلونة في المرحلة القادمة هو كيفية التعامل مع دوري الأبطال. صراحة هذا الهاجس هو ما زال يؤرق جماهير برشلونة، باعتبار أنه الفريق في المواسم الأخيرة فشل في أنه يصل على الأقل للمباراة النهائية، وبالتالي هذا الأمر سيجعل ضغط كبير جدا على فالفيردي، خصوصا أنه هناك انتقادات كبيرة لفالفيردي وعدم قدرته على إدارة فريق برشلونة، وخصوصا وأنه الفريق بيعج بعدد كبير جدا من اللاعبين المميزين. ولكن بالرغم من ذلك فالفيردي ما زال يفشل في إدارته للفريق، ما زال يفشل حتى في التعامل مع المباريات خصوصا خارج الأرض. نعم، احنا بنشكرك جزيل الشكر الزميل سهل احمد العبيد المحلل الصحفي والرياضي بالدوري الاوروبي والساحره المستديره في الدوريات الاوروبيه، طبعا هي معروفه المجنونه. شكرا لك والمشاهدين اللي تابعونا من خلال هذا الصباح، صباح الشروق انتهت فقراتنا ولكن يومنا مستمر. تحيات الفريق العامل والزميل احمد العبيد. شكرا منى، ختاما تقبل تحيات الفريق العامل الذي ساعدنا ونحن نقول جهدهم، والى اللقاء.